ده الحقيقه مش بيصيب يعني، او بيصيب يعني اذا صاب الست او الراجل، فهي اصابه هم المسؤولين عنها وباختيارهم، وهي واقعه طلاق اي زوج وزوجه. اللي بيبقوا بقى يقع عليهم الضرر النفسي، وده اللي هنتكلم فيه مع حضرتك، وضرر حياتي بيبقى الاطفال. صحيح. فانت زي ما انت بتبقي متحمسه قوي قوي للدفاع عن الست، لو ست اتطلقت وحرم جوزها من انه يشوف الولاد وجات لك عايزه تعمل اي حيله او كده او خدعه علشان ما تخلوش يشوفهم خالص، بتتعاملي ازاي؟ خليني اقول لك ان المحاماه هي مهنه الدفاع عن الحق، هي رساله اصلا في الحقيقه، يعني انه هنا الاولى بالرعايه وبالاهتمام الاطفال اللي لسه مش عارفين يجيبوا حقهم، زي ما كنت بقول على شيماء هي مش موجوده عشان تجيب حقها. دول كمان مش عارفين يجيبوا حقهم، فهما هنا الاولى بالرعايه، وزي ما قال القانون ان في حاجه اسمها المصلحه الفضلى للطفل، وانه في النهايه الطفل ده مش ملك الاسره، هو ملك المجتمع، هي امه صحيح لكن هو مش ملكها، هو ملكنا جميعا لانه مستقبلنا. يعني او حتى لو ما قلناش ملك المجتمع لكن هو مسؤوليه المجتمع. صحيح طبعا، احنا كلنا مسؤولين عنه في الحقيقه، في مسؤوليه تضامنيه للمجتمع ككل بكل مؤسساته وفئاته وطوائفه للحفاظ على مستقبلنا في الحقيقه اللي هو متمثل في الطفل، وبالتالي طبعا مش هكون معاها، الحق اولى ان يتبع في الحاله دي. يعني ممكن اقولها لا انا اسفه انا برفض قضيتك؟ لا مش برفض، اول حاجه بقولها لها انت ليه مش عايزاه يشوف الولاد؟ على فكره الحق ده مش مقرر ليه، ده مقرر للولاد. أيوة. ان هم لازم يشوفوا سندهم وظهرهم المتمثل في الامان وهو الاب. صح. يبقى ازاي انت ليه مش عايزاه تشوفيه؟ انت قد كده بتكرهيهم يعني؟ قد كده مش عايزه تحميهم؟ انت يعني انت بتضحكي على نفسك ان انت بتقولي ان انا بدافع عن اولادي، فين الدفاع؟ هنا بالعكس انت بتأذيهم. لكن خليني اقول لك برضه يا نشوى ان في حاله بتبقى صعبه وخلينا نناقش فيها الدكتور في هذا الامر، لو الاب مؤذي. يعني دايما انا بقول ايه، انه احنا محتاجين تعديل في قانون الاحوال الشخصيه بنظره اكثر شموليه وعمق ليها علاقه بفكره فلسفه النص مش تطبيق النص. فلسفة النص التشريعي، وهو انه اذا هذا الحق مقرر لابنائنا طيب لازم يكون عشان هم يكونوا اسوياء، مش كده؟ ايوه. طيب اذا الاب مؤذي ازاي نتصرف هنا؟ في الحاله دي احنا محتاجين الطب النفسي هو اللي يقول لنا نعمل ايه؟ تأهيل. أيوه. الاب عشان ما حرمش الطفل من سنده وامانه. طب حضرتك إيه؟ ترد يعني السؤال اتسالك فانت ترد وتقول لنا يعني نعمل ايه؟ في الحقيقه هو السؤال مركب، بس قبل ما اجاوب عليه يعني احب اشيد بالاستاذه في موضوع شيماء الله يرحمها. ان هي ما اقتصتش الحق شيماء، هي اقتصت الحق مجتمع. ايوه. لان دي من الجرائم.